حسيته روى الكلام للاستاذ مصطفى وهو بيعبر عن كلمات ام كلثوم برعشه الروس بتاعته. حاجه كانت حاجه جميله. سنه 33 1933 موسيقار الاجيال بدا تجديد الاغنيه المصريه لما عمل جفنوه على هذا المثل. لغايه السنه دي كان الغنى لسه في طريق السلام حجازي وجوليان الحربي. سنه 35 غنى بقى الاغنيه اللي علي حضرتك قال لي بتمنى اغنيها غناها. الاغنيه دي نقله في عالم الاغنيه العربيه. وهو لما غناها كمان كان فيها مفاجاه بالنسبه لكل الجمهور. كلنا سمعنا عبد الوهاب وهو بيغني من اشعار امير الشعراء احمد شوقي. النهارده هنسمعه بصوت علاء كرمان وهو بيغني من اشعار حسين احمد شوقي ابن احمد شوقي. سهرت منه الليالي. Thank you.
الحب فيه بقاء مختصر الموضوع من 100 سنة في 9 فبراير سنة 1921 اتولد فكهاني في الأغنية. فكهاني الأغنية ده عمل أكتر من 1000 أغنية. إلا صار اسمه هتعرفوا قد إيه هو مالى حياتنا بالأغاني الحلوة. مرسي جميل عزيز. هو بالصدفة اتولد 15 فبراير 21 وتوفى 9 فبراير 1980 يعني الشهر اللي كنت فيه. الراجل ده ليه قصيدة هنسمعها النهاردة مش عارف ليه؟ لأنها بتتكلم عن العملاق. بتتكلم عن رياض الصباط. هنسمعها النهاردة من مش عارف اقول عليها عاشق صباطي ولا امام العاشقين للصباطي الاستاذ مبروك بركه.